الو اهلين احترامي. نعم سيس سيس نعم الأربعين مجنون. طيب تأمر أمر تأمر أمر سيد الله معك. ابعتي لي أبو عدنان من المرآة السائق. عم شو نصيبي بس هي الأوامر بدنا ننفذها. مرسى عامل لك ياري أبو عدنان تاخذ شباب بتحممهم تلبسهم تعبيهم بالباص وشك على قاعة الاحتفالات بزملكا. شو عم سيدي؟ شو باص؟ شو زملكا ما زملكا؟ هدول 40 مجنون؟ كيف احنا هون بالمستشفى عندنا حصانين حبوكم، شلون اذا طلعنا هون؟ والله بيهموا البلد هدول. يا ابو عدنان يا ابو عدنان جمعيه الاعاقه بالامم المتحده عامله تكريم للمجانين، فهدول بنكرمهم بنسلمهم جوائز بمناسبه يوم المجنون العالمي. هي تعليمات من فوق. من فوق؟ إذا تعليماتهم فوق معناتها نحن لازم نربط الحمارة حلا إلنا صاحبه. إيه شو قلت لك؟ بتجهزوا وبتجهزون وبشوفك عند الباص. روح يلا يلا جاي. وين المدير؟ عزمانك هلا مفعول الأمر بجوز يخلص. دير بالك لا تبهز بالباص. لا لا يا خلص عزمانك ورجع هلا فوق فوق. إيه اوعى هويله يلا عزملكا عزملكا. اهلين حبيبي اهلين ابو الورد عزملكا عزملكا عزملكا. اهلا اهلا باص اطلع. ايه بنطلع بالباص شرق مي 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 شرق شرق شرق. يلا 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 اسمعوا قصتي اسمعوا قصتي وقصتي بكبل الحجر. اطلع يلا نروح عزملكا عزملكا. هلا امك فوق امك. اطلع وين هي؟ عزمك يلا شوف الشمس فوق. يا محمد شو شوبت؟ يا حبيبي يلا يا محمد شو شوبت؟ يلا يلا حبيبي عزمك سرعة يا شباب سرعة يلا روح سفلوا يلا عزمك عزمك يلا حبيبي أبو الورد قعدوا قدامك يا أبو الورد يلا عزمك 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 آخر لك يلا يلا طلعوا طلعوا. إيه أنت يا محمد شو شوبت؟ ولا يا اول شوبي يا محمد شوبي يا اول شوبي يا محمد شوبي. خلاص يلا روحوا يا ابي روحوا يا اول شوبي يا محمد شوبي يا محمد شوبي يا اول شوبي يا محمد مبارك. هذول اماني هذول كل بقوتي ما بتعرفي ما تجروا. خلص ما تكلم على حلفي مباشره دغري على زبلك عزمك امرك. الله معكم الله معك.
معي مجانين الله يوفقك ان شاء الله. هاي الطفايه وهي تبع الاسعاف وهي المسلسل. لك شو مجانين ما مجانين؟ اذا كل واحد بيقول لي معي مجانين اخي بدي الشهاده بدي الميكانيك بدي ورق السياره. ايه تكلم علينا تفضل. وهي الميكانيك هذا شو؟ ليكو اسمي هون موجود ها هذا هو. الله وكيلك ليك هلا انك خليني امشي يلا عندي يا سيدي. يعني ما تقول اللي راح يعني ها تكه بيصلوا عندك تأمر سيدي. الله لا يوفقك يا عبدنا. الله لا يوفقك يا عبدنا. وينك كم واحد بدك؟ 30 30 اذا 40 الله اكبر الله اكبر 40
بس يا شباب قبل ما نروح في حفلة كوكتيل وفي غدا بعدين ما نروح على الصبة في صبة مشروع كبير كتير كتير يعني يا سلام يا سلام كم يوم كم يوم ما بعرف والله شغلة 10 20 مفتوح يعني ويلكم يو ليكو الباص ليكو بس انتو هدنك يلا تعوا يا الله هدنك يلا هدنك هدنك يلا الصبي على الصبي يلا 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 وين بعدين يا الصبي تطلع على الظهر ولا لا يا الصبي يلا عمي يلا الله يحييكم يا رب على الصبي يا عم نعم سيدي الحمد لله الحمد لله اللي وصلوا يا سيدي خذوا راحتكم يا سيدي يعني صرفوا بتكون يا معهم يعني الله يخلينا لك يا سيدي تأمرون ابو عدنان طمني شو حفلة يا معلمي شو حلفة شو حفلة شربنا كوكتيل ايه؟ وشفنا المسؤولين وسفقوا وانبسطوا الحمد لله بس غلي قلبي عليكم ليش تأخرتوا لبين ما شكلتنا الامور يعني الامور لانه اللي حملناهم الباص واخذناهم على حفلة مو هدول بتأمين هدول وهدول مو هدلين وهدنك هدول الله لا يوفقك يا أبو عدنان الله لا يوفقك يا أبو عدنان قولوا لما لقيت العمال يا سيدي الله وكيلك انت رحت فيها طلعتهم بالباص وجبتهم لهون هالسدي بهالبدي ولا أنا ويا الله لا يوفقك يا أبو عدنان الله لا يوفقك قلت لك دير بالك وهدول مثل القملة بيجروا شو ساوي خلص شو بدنا نسوي شو ساوي ربط الحمار ما حد ما بيقول لك صح شو أعمل يعني قل لي خلص خلص خلاص هون حفرنا وهون طمرنا ما ها روح نزلون نزلون يا رب وين بدي لك مو معقول الناس قد ايه موجبين جابونا باص بدل كم يوم وين الصبي لك بيجوا الصبة المدللة إذا قبل الصبة حفلة بعدها شو في لك يا شباب أنا من يوم ورايح صار أجاري 2000 ليرة مرحبا فيك طولوا بالكم يا شباب لك شو في يوم يا الله يا لطيف الله لا 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 شو هاي الإبرة هاي الإبرة شال إيدز ايه وهي على حسابنا ولا على حسابكم؟ لا هي تيجي مجانا مجانا؟ ايه بعيتك في شي تنتين وثلاثة كمان شو هالشكلة؟ يلا يا شباب كلياتكم راح تاخذوا اوبرا لا تاكلوا هم يلا هلا هو بيقول بيقعد واحد بيسلك محله يلا شو عزو؟ شو؟ عزو قولي انا ما بدي 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 Cheep 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 cheep
شاء الله حاجة تكذب علينا. ايه بدنا نطلع؟ تطلعوا؟ ايه هات لتجي لشي حفلة تاني. سلام. معناتها خسرتي. وجعك؟ كثير وجعتني. خسرتي نهائيا. خلص خلص ما عاد بدي. هلا هيك بدك تعلمني السياسة؟ لك ايه حبيبي شبكة؟ هي اسمها سياسة عض الأصابع. هلا فهمت. لك قال لك حبيبي شو انت فكرت فيها شغلة سهلة؟ وهلا حعلمك سياسة الأرض المحروقة. جاهزة حبيبي؟ تعي لا تخافي. تعي. ليه ممكن تعطيه محلك لو سمحت؟ على راسي. شكرا. يلا شباب، واحد منكم يلم الاجرة. الله يخليكم. يلا ليلي
العمى العمى ما معيار 50 ليرة شو بدي اعمل؟ اذا دفعت عنها كيف بدي ارجع الضيعة؟ واذا ما دفعت عنها لا لا شو ما ادفع عنها عيب ما بيصير. شو بدها تقول عني؟ لازم ادفع عنها ولو الرجال موقف. شباب في 2 ما دفعوا. برجولتي والثقة بالنفس. صحيح والثقة بالنفس لأنه يا حيان الرجال موقف. برافو عليك الرجال موقف. ودخلك بدي أسألك سؤال، هلأ هالموقف اللي أخدته بيرجعك على الضيعة ببلاش؟ صحيح وين وتمه؟ اليوم ما أجل، شو بدك منه؟ كنت بدي أدين منه 25 ليرة. ما راح يدينك، ليش ما بتعرف انه هو حلف من نص السنة ما بقى يدين حدا؟ ايه هالكلام صار له تقريبا 2 شهر بكون نسي. لا هلا قل لي شلون بدك تروح على الضيعة انت؟ ما بعرف. لا تطلع فيني هيك، انا بتعرفني مفلس ما معي ولا فرنكا. يا خسارة يا حيان يا خسارة. أحسن شي روح على الكراج، بلكي بلاقي هنيك حدا من معارفي يدفع لي أجرة الطريق. والله بيخلي سيرتي على كل لسان تضيع. ما بدي اكسر نفسي لحدا، ما بدي. بديك يا شباب يلا شو طالع ضيع ولا منك طالع؟ طالع طالع بس انت الصفت. يلا اطلع حبيبي وسكر باب وراك. يلا ليش الاجره معلم؟ 25 يلا جهزوا لي فراطه. بسم الله اكرم. ايه روح الله معك مع السلامه. ما رح أكسر نفسي لحدا، روح رح أروح مشي عالضيعة. لك روحوا روحوا، فرحانين كثير لأنه راكبين سيارات، لك أنا ما حدا فرحان قدي. أنا اليوم راجع عالضيعة مشي. ليش؟ لأني دفعت عن حبيبتي وماني زعلان. بكر بس نتجوز بدي إلها بتعرفي يا نجوى أنا دفعت عنك بالسرفيس ورجعت من الشام على الضيعة مشي على رجلي. بتعرفي ليش؟ كرمال عيوني لك مشان تعرفي أنا قديش بحبك وعم اتعذب كرمالك. يا الله شو بحبك.
الرجال موقف يا جماعة، موقف. بكرة بس تجوزنا راح أفرجيكم. العمى ما في حدا لحدا. ليش العالم هالأيام ما عم تحن على بعضها؟ ليش؟ أمانة 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 يا ليلي 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 انت الله يوفقك معلم، وصلني بطريقك. قلت لك طريقي غير طريقك، بس تقدم شوي زكاتك يا اخي. المكنه ما بتشيل غير واحد. الله يوفقك يستر عليك. ما بدي الله يخلي لك ويادك. لا حول ولا قوه الا بالله. مرة المكنة ما بتشيل غير واحد، هاي تعطلت. ايه شو يعني؟ شو يعني بدك تنزل تدفش؟ هلا؟ هلا لك بكرة، يلا انزل. لك انزل. لك الله يوفقك، وين رحت؟ كنت رجال ما كنت تركت ورحت. توب عليك. يعطيك العافية. الله يعافيك. شو مالك حتموت؟ لوين رايح؟ على عين الديك بالله. لا ورا، شوفت عينك. ولما نوصل على المفرد انا بنزلك. ها؟ ولك اطلع. يلا يا كتر خيرك.
وين بدي يكون ضاع؟ وين؟ يا اخي خلص الا ما يرجع لحاله، من طول عمره بيرجع لحاله على البيت. لك والله ابوك ما يعرف علي الحلال ليسود عيشتنا. لا تجنني، خلص روق الغايب عذره معه. كمل عليك وعليك. أنا فرجيكي يا نجوى، أنا فرجيكي. بأول نهار بعد ما نتجوز إن شاء الله راح أمسكك وأنفضك بدن حشك ولبك. بسيطة. ها؟ ها؟ الحمد لله إجيت بوقتك. العافية. الله يعافيك يا حق. ليش صاير عم تتأخر بالشام؟ ليكون حاب علي. حاب عليكي؟ الله يصلحك. شو عم تحكي انتي؟ شكلك تعبان. تعبان؟ لا ما شاء الله علي، شو تعبان مثل الحصان انا. ليك ممدوح، ما حد ارضى تدفع عني بالسيرفيس، صار لك من اول سنة عم تدفع. يا علي الطلاق، بكره ما حدا بيدفع بالمكرو غيري. تعرف ليش بحبك؟ ليش؟ لأنك رجال، والرجال موقف. تسلمي لي، شرفي قدامي شرفي. شباب، في الدين ما دفعوا. نزلها على الثانوية إذا بتريد. قاسي حتى بنومك عم تفكر فيني؟ ولك أنا طول الوقت بفكر فيكي، وأنا نايم وأنا فايق وأنا عم باكل وأنا عم بشتغل، طول الوقت أنت بخيالي. عم تحكي بنومك يا عمري؟ تطلع على قبر إلهي، لك أنا اللي بموت فيك كمان. لك أنا اللي بموت فيكي، أنا اللي بعشقك. لك أنت شعرك قصيدة، شفايفك بستحكي حسون عم بيغرد، مشيتك والله طولك يقبرني طولك شو بحبك. لك خلص بقى، والله خجلتني. منصور، منصور حبيبي فيه.
شو بدك؟ زبط نومتك تقبرني. شبه نومتي؟ مو زابطة لأنه عم تحكي وأنت نايم. وإذا عم بحكي وأنا نايم يعني؟ يو طولت كتير وأنت عم تحكي. وأنت شو خسرانة؟ شو عم بحكي موبايلك؟